مايند، ماشي؟ سامعين ولا مش سامعين؟ سامعين؟ سامعين. يا طيب باشا ماشي، هنيجي نبتدي في الباثولوجي النيزوفانكس. في حاجه اسمها سور نوالدت سيست، انا مش عارف حتى ادور في الترجمه بتاعتها مش لاقيها، ودي بنشوفها انسيدنتال فايند كتير. شوفها سور نوالدت سيست موجوده ميد لاين في النيزوفانكس، تبقى سيست صغيره، ممكن تبقى اصغر من كده او اكبر من كده، اسمها سور نوالدت سيست وما لهاش اي كلينيكال. انا حتى دورت قعدت ابحث عليها ما فهمتش من يعني ايه، حتى ايه المنبع بتاعها. تبقى سيست ريتينشن سيست بيقول لك موجوده في النيزوفارينكس، وممكن تشوفها ايه اسمها سورن والدت سيست. هي يمكن سورن، يمكن شكلها زي الشوكه، انا مش عارف ليه سموها سورن، حتى بصيت في الويكيبيديا ما عرفتش. فدي سورن والدت سيست، وده البوست كونتراست، وده ايه البوست كونتراست، وده تي 2 بتاعها في الام ار اي. برضو لو احنا بصينا هنا هنلاقي في سيستيك ليجن موجود في الرايت نيزوفارينجيال وول، ومعاه بتاع ده، ومعاه ماستويد ماستودايتس، في فلويد في الماستويد ارسل. فغالبا الاستيكن تيوب مقفوله، فنالت قفلت الاستيكن تيوب دي هي اللي عامله الاير الفلويد الموجوده في الرايت ماستويد ارسل. ماشي، فده الليجن ده طلع يا هايبر انتنس ماستويد ارسل كورونال سيست اللارج بلاتاين تونس. فدي سيست موجوده في البلاتاين تونسل، وعامله السكند تيوب اوبستراكشن، وعامله ايه، وعامله اوتايتس ميديا وماستودايتس. ماشي، فقلنا اي اوتايتس ميديا في اولد ايج لازم تفكر في في النيزوفارينجيال كارسينوم. الادينويد، انتوا عارفين الادينويد احنا بنشوفها في مين؟ في الاطفال. الاطفال بس تو عن في اذن. لو انت، انا اشتغلت مع حد انف اذن مشهور جدا، كان بيقول لنا الادينويد بنشوفها لغايه سن 30 سنه و 35 سنه. ماشي، فحتى لو اولد ايج كبير، بس تلاقي الفوسفروزومولر بريزيرفد من الشوبليتيد. فتلاقي في سوفت تيشو ليجن موجود في الروف بتاع النيزوفارينكس، ممكن تشوف في سيستات جواه. لكن في الاطفال انت عارف بتوع الاكس راي بيقول لك يعمل لك لاترال اكس راي عشان يشوفها مايلد ولا مودريت ولا سيفير، عشان يعمل له ادينويدكتومي. لكن ممكن البرزيستنت الادينويد جلاند ممكن بيرزيست في الاولد ايج لغايه 30 سنه. ماشي، فده عين عنده ريمننت اوف ادينويد جلاند او ادينويد انلارجمنت. ماشي، وفي سيست سموث سيست جواه، بنان سيست جوا الريمننت اوف ادينويد جلاند. ماشي، طيب لو احنا بصينا هنا هنلاقي فيه ثيكنينج في الايه، في النيزوفارينجيال وول، وهنا الفوسا فروز مولر هنا غالبا اوبليتريتد. ماشي، ايه معانا، ايه الارو هيد اللي مشاور لنا عليه بال في الصوره دي؟ اوبليتيشن اوبليتيشن اوف ذا فوسا فروز مولر. ده ليمف نود دي ولا ايه؟ ليمف نود غالبا الان على دول، على دول ما دي نيزوفارينجيال ماس، وعامله اوبليتيشن في الفوسا فروز مولر على الرايت سايد. ماشي، لكن دول مش عارف ايه اللي مشاور عليهم بالارو هيد. ليمف نود يعني دول بوستيرور للسب مانديبولر. نيزوفارينجيال تيومر ورايت نيك نود، هي دي الليمف نود. ماشي، فدي نيزوفارينجيال كارسينوما، وعامله ايه، وعامله مع الليمف نود ابر ديب سيرفيكال ليمف نود. طب لو بصينا هنا، لو بصيت على الرايت سايد ادي الفوسا فروزن مولر كويسه، لكن هنا في سوفت تيشو ماس وعامله اوبليتريشن الفوسا فروزن مولر، باين هنا حلو قوي في السيتال. وهنا في البوست كونتراست لما حقنا كل الماس خدت انهانسمنت ايه، ومعاها ليمف نود. بص في ليمف نود برضو ابر ديب سيرفيكال ليمف نود، فدي برضو نيزوفارينجيال كارسينوما ومعاها ايه ليفت ابر ديب سيرفيكال ليمف نود ميتاستاتيك ليمف نود. النيزوفارينجيال كارسينوما خلي بالك لازم في السي تي تعمل له كرونال. ليه؟ عشان تشوف في سكال بيز انفلتريشن ولا لا. من غير الكرونال مش هتشوف فيه، لو في سكال انفلتريتد سكال بيز ما تشوفهاش، بالذات الايرلي سكال بيز. لكن الام ار اي بنشوف، لانه البولمانو بيبان لو هي انفلتريتد سكال بيز، بيبان في بولمانو سيجنال او في بولمانو انفلتريشن، يبقى ده انفلتريتد سكال بيز. ففي السي تي لازم تعمل له كرونال عشان تشوف ايه. هو ما بقاش حد يعمل كرونال، حتى من الاجزاء بناخد في المالت سلايس دي بناخد، بس برضه لازم تاخد الكرونال عشان تشوف السكال بيز انفلتريتد ولا لا. طب احنا لو بصينا هنا نلاقي في لارج ماس انفلتريتنج واخده الفوسا فروز مولر وداخله في المسير نزل اوبننج، وهنا في الام ار اي بص غالبا انفلتريت سكال بيز، لكن في السي تي اهو انفلتريتنج سكال بيز وطالع ايه
في البرين ماشي. فده نيزو فرنجيا كارسينوما في الريس غالبيز وليها انتراكرينيال كومبوننت جوه الاسفينوس ساينس يعني بعد كده هتطلع على البرين، لكن هو الكومبوننت مين اللي في الاسفينوس ساينس. فده نيزو فرنجيا كارسينوما وانفلتريس غالبيز ودخلت في الاسفينوس ايه ساينس وعامله ايروجن البيزيس فلويد والبيزي اوكسيبت والبيزيس فلويد بون. يعني ده اسمه البيزيس فلويد بون وده البيزي اوكسيبت، الاثنين عامل لهم انفلتريشن. والسوفت تيشو كومبوننت داخل ريبليس، لانه الاسفينوس ساينس المفروض يبقى فيها اير، فكل التيومر ريبليسنج الايه الاير في الـ في الـ في الـ في الساينس الليفت اسفينوساينس ماشي. برضه النيزوفرينج كارسينوما ممكن يكسر السكال بيز، يعني بص ده نيزوفرينج كارسينوما انفلتريتنج وداخله ورا ومكسره سي 1 فيرتيبرا ومكسره السكال بيز والبيزي اوكسيبت، برضه دي اكستنسيف وعامله ايه في الام ار اي ده واخده انهانسمنت في البوست كونتراست وداخله على الكافيرنس ساينس في الليف سايد، وهنا راجع برضه على السيو اسبيكت اوف ذا برين ستيم. فالحالات بتبقى ايه يعني نان اوبرابل كيس، كلها بتاخد ريديو كيموثيرابي، بس لازم تشوفها للجراح عشان الجراح ما ايه ما يدخلش يعمل له عمليه. العيالات دي كلها ان اوبرابل. برضه دينيزي فارينجا كارسينوما على الرايت سايد ومعها مالتيبل بايلاترال سيرفايكال لينفادينوبس بتاستاتيك لينفادينوبس ماشي. فانت ايه توصفها وتقول والله العين ده معاها ايه سيرفايكال لينفادينوبس. بص حتى هنا بص شايف ستيكن تيوب هنا فيها فلويد لانها عملت قصدي مسلول اسيل مليانه فلويد لان عملت اوبستراكشن الاستيك تيوب، فالفلويد كلها ايه ما بتتفضاش. الاستيك تيوب دي هي القناه اللي بين النيزوفارينكس وبين الميدل اير، وفي اي فلويد بتفضي لما تتقفل بتتملى ميه تملى الاستراكشر اللي بتعملها اريشن. فالمسلول اسيل كلها مليانه ايه مليانه ميه نتيجه الرايت استيك تيوب اوبستراكشن، وكله ده انت ستاتيك سيرفايكال لينفادينوبس ماشي. طيب هنا برضو في لارج ماس موجوده في النيزوفارينكس والماس دي ايه داخله على الاير واي سبيس وعامله اوبستراكشن كذا كذا كذا، ومعاها ايه تاني غالبا دي لمف نود ولا جزء من الماس. استنى نشوف لارج ما طلعتش، شوف خدوا منها بيوبسي الماس دي طلعت لارج بليومورفيك ادينوما arising from the deep loop of separated gland وبارافارينجيال ماس، ومعها جزء ليها بارافارينجيال كومبوننت ده بارافارينجيال وده ديب لوب بروتيد جلاند وباخده انهانسمنت في البوست كونتراست، والحته اللي فيها نكروز مش واخده انهانسمنت. بس انت لو شفتها برضو في البتاع ده هتلخبطك، هتقول عليها برضو نيزوفارينجيال كارسينوما، لكن هي في البيوبسي هي الويل ديفينيشن بتاعها ومعها اذر ما نظر ماس تاني تو ماسز. انا افتكرت ليمف نود وافتكرت نيزوفارينجيال كارسينوما، بس هي لما خدوا منها بيوبسي طلعت ايه بليومورفيك ادينوما طالعه من الديب لوب بتاع الباروت جلاند وطالعه من البارافارينجيال رايت لاتر ميزوفارينجيال وول في الماينور سليفري جلاند بارافارينجيال ريسيس. طب دي بص اوريك انا حاجه في الحاله اللي فاتت بس قبل ما نروح للتاني، بس هو برضه لا المشكله فرصه في روزن مولر نتيجه الزقه برضه اوبليتريت كنت افتكرتها انها لا اوبليتريت ماشي مش مشكله. بص هنا لو بصينا في الماس دي بص اهو لو بصيت حضرتك هتلاقي الفوسف روزن مولر اوبليتريتد على طول اول ما جت الماس، يبقى في نيزوفارينجيال ماس عامله اوبليتريشن لايه الفوسف روزن مولر ماشي. مش قادرين نشوف معلم في نود ولا معهاش، لكن برضو لو شفت اي حاجه في دي بيور للنيزوفارينجيال فدي برضو نيزوفارينجيال كارسينوما وعامله ايه عامله اوبليتريشن فصه رايت فصه في روزن مولر وعامله انفيجن للبارافارينجيال سبيس. لو نزلت تحت شويه هتلاقي البارافارينجيال سبيس برضو انفلتريتد برضو. دي ايه نيزوفارينجيال كارسينوما ماس موجوده في النيزوفارينكس وداخله بص شايف البون هنا البون ده فيه بتراس ايبتس وداخله وعامله انفيجا للبارافارينجيال سبيس وغالبا داخله على الـ على الـ على البون بتاع السي 1 فيرتبرا. بص فيه ابنورمال سيجنال، هل دي اديما ولا انفلتريشن؟ يعني ممكن شكلها انفلتريشن، ممكن يكون انفلتريشن ممكن. وهنا لو برضه هو بيقول لك بارافارينجيال سبيس كاروتيد شيس اند ريتروفارينجيال سبيس، بص برضه الكاروتيد شيس هنا عامله لها انفلتريشن
كاروت تشيز هنا برضو عامله له انفلتريشن باينه في البوست كونتراست فاضي ده كاروت تشيز على الرايت سايد عامله له انفلتريشن فده برضو نيزوفارينجيال كارسينوما عامل انفلتريشن كاروت تشيز برضو هنا احنا لو بصينا على النيزوفارينجيال كارسينوما عامله انفلتريشن لمين احنا قلنا دي كلايفاس عامله انفلتريشن كلايفاس كلايفاس دي بون مارو فات فعامله انفلتريشن للكلايفاس بون فدي ان اوبرابل كيس برضو بياخد عندي بريديو سيرابي وخلاص ماشي وانسى انه حصل انفلتريشن للكلايفاس بون كلها انفلتريت بالنسبه للجزو دي ان اوبرابل كيس ستيج 3 يبقى ستيج 3 فيجن في كلايفاس طيب برضو دي نيزوفارينجيال كارسينوما عامله انفيجن لمين للبارانيزال ساينس ناحيتين بصير نزل كوان الاوبننج انفلتريتد مور على الليفت سايد لكن الليفت سايد داخله برضو جوه الساينس اكتر لكن الناحيتين انفلتريتد يبقى عامله البارانيزال ساينس مين اللي على الليفت سايد عامله لها انفلتريشن وداخله في البارانيزال ساينس برضو دي ان اوبربل لانه التيومر دخل جوه البارانيزال ساينس معناها انفلتريتنج ايه الليفت سايد اوف ذا بارانيزال ساينس طيب دي برضو نيزوفارينجيال كارسينوما عامله انفلتريشن لايه بقى كومن قوي دي فورامين اوفال بيز اوف سكال فورامين اوف ذا سكال انت لو 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 حافظ الفورامين مكانهم دي بس دي الفورامين اوفال فعلا الليفت فورامين اوفال برضو عامله لها انفلتريشن شايف الماس طلع طلع وبقى بيري نيورال سبريد طلع كتير قوي مشهور قوي حتى في 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 يقول لك البيري نيورال سبريد ده من اكتر حاجات اللي كومن مع النيزوفارينجيال كارسينوما لانها في حته كلها حواليها نيرفات وبتاع ممكن تعمل فورامين اوفال فورامين روتاندم اي فورامين ده كله اسمه بيري نيورال سبريد فدي عامله انفلتريشن للليفت فورامين ايه اوفال ماشي طيب ادي برضو نيزوفارينجيال كارسينوما ده البوست كونتراست ده البري كونتراست عامله انفلتريشن لايمين فورامين هنا في فورامين هنا داخله وطالعه فوق اسمها فورامين للسيرم ماشي فعامله انفلتريشن للفورام للسيرم طالعه انت انتراكرينيال كومبون ماشي طيب هنا نيزوفارينجيال ماس شوف موسع ال 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 تركو بلاطين فص اه بس دي الفيلم فيديان كلان دي فيديان كان يا سلام يا اسمع انت صح صح فعلا عامله انفلتريشن للفيديان كلان طيب ديت نيزوفارينجيا كارسينوما مكسره ايه دي بقى ايه ده مكسره البيز اوف ذا سكال بنتراس والبيز وكلايفس وكلايفس وداخله على الهايبوجلوسال نيرف يعني الهايبوجلوسال نيرف هايبوجلوسال كانال هايبوجلوسال كانال هنا في الحته دي فبرضو عامله انفلتريشن هايبوجلوسال كانال برضو دي ان اوبرابل نيزوفارينجيال كارسينوما طب دي مكسره ايه وداخله السله داخل كسر سكال بيز وداخله سيلر وبرا سيلر ريجن وداخله على الرايت كافيرنس ساينس وعامله انكيسنج للرايت كافيرنس بورشن اوف ذا رايت انترنال كاروتيد برضه يبقى دي برضه ديلي ستيج وديلي يعني فلتر يعني ستيج 4 وستيج 3 ستيج 3 يبقى ده ايه نيزوفارينجيال كارسينوما وسكال بيز ولها برا سيلر وسوبرا سيلر وكومبوننت ميلي على الرايت سايد وعامله انكيسمنت لمين للكافيرنس بورشن بتاع الرايت انترنال كاروتيد ارتري برضه دي نيزوفارينجيال كارسينوما معاها مننجيال ايه معها منينجيال نودولان منينجيال انهانسمنت يبقى عامله انفلتريشن للمنينجيز اللي جنبها شوف المنينجيز المفروض ما يبقاش فيه انهانسمنت نورمال لكن هي عامله له فلتريشن ففي منينجيال انهانسمنت على مور على الليفت سايد هذا برضو عامله انفلتريشن للمنينجيز اه هي مش دي يا باشا مكان الميكلز كيف اللي هو بتاع الجزيريا اي بس ما يبقاش التخين قوي يا دكتور في المنينجيز ما هو مكانه وياخد انهانسمنت بيبقى رفيع لكن انت خناقه جدا معناها عامله له انفلتريشن تدخين ده معناها عامله له انفلتريشن لا انا اقصد يعني ده برضو بيرينيور سبريد مش منين بيرينيور سبريد بيرينيور سبريد بيرينيور سبريد ما بيرينيور بس واخد المننجيز اللي حوالين ال بتاع المننجيز اللي حوالين الباراسيلر ريجن فده نوع من البيرينيور سبريد قلنا سي تي كورونا لازم يكون عارف في الاكزل دي بتشوفش الانفلتريشن ده بتشوفش سكال بيز ديستراكشن شايف الكورونا في لارج نيزوفارينجيال ماس وعامله ديستراكشن سكال بيز وداخله انترا كرينيال وعامله سيلر وباراسيلر ليفت باراسيلر كومبوننت لو بصيت في الكافيرنس بورس بتاع دينا كاروتو ادي غالبا انكيست في الحته دي ماشي فدي برضه نيزوفارينجيال كارسينوما ادفانسد كيس
برضه يبقى نفس الكلام. نيزوفرينيا كارسينوما عامله انفلتريشن لمين؟ سكال بيز، وداخله باراسيلر ريجون ولها باراسيلر كومبوننت ماشي، وعامله انفيجن للكافيرنا ساينس، يعني كافيرنا ساينس انفلتريتد، ممكن العين يجي لها كافيرنا ساينس سندروم نتيجه النيزوفرينيا كارسينوما. برضه النيزوفرينيا كارسينوما عامله انفلتريشن في الانفرا تمبر الفصة، يعني الحته دي اسمها انفرا تمبر الفصة، عامله لها انفلتريشن اللي هي بقت هدي انهانس باينه احسن في الحال. فدي نيزوفرينيا كارسينوما اكسندنج للرايت انفرا تمبر الفصة. برضه دي ايه نيزوفرينيا كارسينوما عامله سبريد لمين؟ للاوربت خلال الاوربيتال فيشر، يعني هنا في سبيري اوربيتال فيشر عامله لها ديستراكشن، وعامله هنا برضو ليها كافيرنس ساينس برضو داخله باراسيلر وليها كافيرنس ساينس كومبلكس، لكن هنا اكستندنج للاوربيت خلال الفيشر بتاع الاوربيت. بص اه برضو انفلتريتنج السكالبيز وداخله في الاسفينويد ساينس وانفلتريت بتاع ده كلايفس وليها ليها باراسيلر كومبون ماشي. فخلي بالك البتاع ده لازم تعمل لها في الام ار اي والسي تي، تعملها سيجيتال وكورونال في قصدي في السي تي ما بيعمل الحاجات دي، تعمل لها الريفورمات لازم تعملها سيجيتال وكورونال تشوف الدستراكشن عامله في ديش سكال بيز عامله مش عارف ايه كده. خلصنا نيزو فارينجر كارسينوما. هندخل ماسس في النوز والنيزل كافيتي والنيزو فارينكس في الاطفال. ده الجدول بتاعهم الماسس الجروب الاسماء اللي عايز تقرا انت الاسماء اقراها ومش عايز تقراها براحتك ماشي. هناخد حاجه حاجه في الاطفال بقى في حاجات صغيره تيجي يعني مثلا ادي ليجن موجود هنا وليجن موجود هنا وحاجه موجوده في النزل السيبتوم ماشي. الحاجه الصغيره دي بتبقى ايه العين بيبقى مولود بيها، يا اما تبقى ديرمويد يا اما تبقى ايه سبيشيال سيست. هي دي ديرمويد سيست في العيال الصغيرين، ديرمال ساينس سيست موجوده في طفل وده طفل تاني ماشي. دي بتيجي في امتحانات دي خلي بالك الحالات دي لو بصينا دي نقول عليها ايه؟ حد يقول لنا تشخيص الحاله دي؟ وريتكم انا حالتها قبل كده. ده زي المينينجيو انفالوسيل كده يا باشا. انفالوسيل مثلا؟ ايوه انفالوسيل. اسمه بيزل انسيفالوسيل، سيفالوسيل. بيبقى فيه ديفكت في الـ في الـ في البتاع ده في السكال بيز وبرنتش بينزل ديفكت ماشي؟ يبقى ده نيزوفارينج نتيجه العيان جاله نيزوفارينجال اوبستراكشن لانه السيفالوسيل نزل فين؟ في منطقه نيزوفارينكس فما بيقدرش يتنفس او بيدلع حاجه يرجعها. فعملوا له ام ار اي طلع في ايه؟ في الليجن نازل من السكال اسمه ايه؟ بيزل سيفالوسيل في النيوبورن معامل نيزوفارينجال اوبستراكشن ماشي؟ ونفس السيجنال بتاعت البرين دي خلي بالك بيجيبوه في الامتحانات ده كتير ماشي؟ طيب ده اسمه ايه؟ في ديفكت في ما برضه بس مش مويدل بقى اسمه فرانتو نيزل. ما هو بص فرانتو نيزل ايه انسيفالوسيل برضه ايه بيبقى حاجات من كونجنيتال ديفكت قدام العين يبقى معاهم كذا حاجه. ففي جزء من البرين طالع من خلال ايه؟ من خلال الفرنتال بون فرنتال والنيزل حتى الجنكشن بين الفرنتال لوب مع النيزل فسموه فرانتو نيزل انسيفالوسيل ماشي. دوت نيزو اسمويدال انكفالوسي ايوه اهو بص اهو ممكن يكون تروما ده لانه عامل له سجده ما اعرفش تروما ولا لا. ريبريفورم بليد فيها ديفكت وفي سي سيف بينزل منها العين بيجي لهم سي سيف راينوريه ماشي. فده برضو نفس الكلام نيزو نيزل بتاع ده في ديفكت ديورال ديفكت وبيحصل معاه ينزل الديورا ينزل سي سي اف العين بيجيله سي سي اف راينوريه. فالام ار اي دلوقتي احنا الحالات دي بطلنا نعملها سي تي. كنا زمان نعملها سي تي ونحينه في ظهره وصبغه ونشوف الصبغه وهي نازله، لكن دلوقتي الام ار اي بدنا نعمل السيتال والكرونال هاي تي ار بيبقى التي ار عاليه جدا بيوريك ديورال ديفكت وممكن يوريك سي سي اف تراكلينج خلال الديفكت في الام ار اي ماشي. طيب دوت مشهورة دي يعني حاجة بنشوفها طيب نزل بلوبوزس طيب نزل بلوبويد ديزيز ماشي اكسبانشن لا سانج لكن ما فيش ديستراكشن مش حاجه ده سينوزال بلوبويد. ممكن يجي لك بنزل ماس العين عنده مناخيره فيها ماس طالعه من مناخيره سينوزال بلوبويد ديزيز مشهور الرجيك بتاعه في الادلت ايج ده. طيب هنا لو بصينا هنلاقي في ليجن في النوز وليه جزء نيزوفارينج ولو عملنا له كورونال في كرايتيريا هنا بتلاقيها مشهوره قوي بالليجن ده. هات الاوستيوميتال كومبلكس تلاقيه واسع في الحته دي.
انتروكوانا البوليب. الانتروكوانا البوليب هو سبيسيفيك توسع البتاع ده، لكن لا تلاقي لها جزء نزل وجزء نيزو فارنجين، دي انتروكوانا البوليب تلاقيها دائما في السن الشباب الصغيرين. ماشي نان انهانسد كومبليت بسفيكيشن في الرايت ماكسيلاري سينس لان الاوستيوم مقفول بتاعها وسوفت تيشو ماس ليجن اكستندنج فروم الرايت ماكسيلاري انترام تو ذا رايت نيزل كافيتي وراجع ورا في البوستيريو نيزو فاليكس. بس هتلاقي معاها الاوستيوميتو كومبلكس واسع، لو فيها كورونا هيبان كويس يوريك الاوستيوميتو كومبلكس واسع. ده ليجن موجود في نيزل سيبتوم لما حنا سبخ خد مارجن انهانسمنت، ممكن يبقى درمويد صح، لكن عيان عنده انفلاميشن جامد جدا واخد انهانسمنت في البوست كونتراست فده ابسس في النيزل سيبتوم. بس هو فعلا لو العيان ده مش محقون وما فيش انفلاميشن ده ممكن يبقى درمويد كومن، بيجي درمويد في النيزل سيبتوم، فبس نيزل سيبتوم الابسس. ماشي طيب ده ليجن ده تي 2 باين هايبر انتنس لما حنا سبخ خد سبخ هيمانجيوما هيمنجيوما انفانتايل هيمنجيوما. دايما اللي بيجي في الاطفال الصغيرين دول الانفانتايل هيمنجيوما سن سنه لثلاث سنين، فده انفانتايل هيمنجيوما في النيونيت في الفرانت ونيزل جايب فرانت ونيزل ماس. ماشي ففي الحال السابقه حتى بص هتلاقي في الفيسل حواليها مالتيبل وتورشوس والريجولار كده، فده دلاله على انه فاسكولار ليجن ده هيمنجيوما. طيب الليجن ده بص العينين دول هقول لك كلينيكال بيجي في برضه يانج ادلت بيجي بقى ايبيستاكسيس، لو عايز اجي لك بالفيرست بريزنتيشن بتاعه ايبيستاكسيس انجيوفايبروم نيزوفارينجيال جوفينايل نيزوفارينجيال انجيوفايبروم. ماشي تيبيكال دي تبقى جايه في موسعه التيرجو بلاتاين مظبوط النزل انجو الجوفينايل نزل انجو فايبروم مشهوره دي يجي في الشباب ويجي لك سيفير انتربيتنت ايبيستاكسيس. لو عملت له سي تي هتلاقي الماس انفولفنج التيرجو بلاتاين فصة واكستندنج بوستيريو تو ذا نيزو فارينجيالون، ممكن معاها بون اروجن بس مش ديستراكشن. ماشي وفي الام ار اي بتبان هايبر انتنس في التي 2 ولو حنتها سابقا تاخد فيفيد انهانسمنت لانها فاسكولار ليجن. ماشي تاخد انتنس انهانسمنت. يعني انت لو ده هتكتبه ايه؟ هتكتبه فيه نيزل نيزل ليجن سوفت تيشو هيتروجينس سوفت تيشو ليجن غالبا مش مكسر البون يعني عامل له ريفاكشن اكسبانشن مش مكسر. وفي الهوموجا وفي الانهانسمنت خد مور اور ليس هوموجينس انهانسمنت منجيوما انا لو انا هقول جاينت سيل تيومر بس هم خدوا منه بيبس طلع بليومورفيك حاجه من البون طلع بليومورفيك ادينوما بيزل ده انا اكتبه جاينت سيل تيومر بس هو بينه طلع نيزل بليومورفيك ادينوما. ماشي مش مشكله دوت حاجه طالعه من هارد بلد طالعه من هارد بلد ومكسره وليها جزء فوق وجزء بوني اوريجين يعني بوني اوريجين برضو انت ايه لانجر هانسل ممكن لانجر هانسل لو طفل صغير ممكن صح هتحطه كذا ديفرينشال بس هو خده منه بيبس طلع جانت سيل تيومر لهارت بلد وصف ديستركشن شو هارت بلد اشتوز ديفيوز انهانس بصف تشو ماس اسكسين انفيريو تو زنيزل كافيتي. ماشي طلع معلش يا دكتور عبد الله انت في حالتين ورا بعض جانت سيل تيومر انت ليه المكان ده بالذات يعني انا لا اصل نزل بشوف انا الحته دي جانت سيل تيومر بشوفها في الحته دي يعني كذا حاله اكتبها تاخد بيبس تطلع جانت سيل تيومر بس هي غريبه دي تطلع بليمورفيك ادينوما انا اول مره اشوف بليمورفيك ادينوما في المكان ده لكن انا جانت سيل تيومر اللي بتلاقي له كلايزد وعامل بون ايروجن يعني انا مش عارف هو عامل بون ايروجن ومش ديستراكشن هي جانت سيل تيومر ده بناين مش مالجنا. ماشي دكتور معلش الجاينت سيل تيومر في اطفال بيجي في الحته دي بس هو الجاينت سيل تيومر المفروض من 20 ل 40 سنه مظبوط هو مش طفل ده مش طفل او يعني يجي شنو 15 سنه مثلا 12 سنه هو كده 12 ماشي فالمشكله برضو البون ايروجن بتاعه يعني
صعب ان انا اقول عليه جاينت، يعني اقول عليه زي ما قال الدكتور ده بتاع ده جينوفيل جرانيولوما في طفل، لكن هو في البيبسيت الاجنت في الجوبر مش مشكله طالع من الهارد بلات ابدأ الطفل. في ماس طالعة فين؟ ماس في المجزل ده اسمه مجزل ريانترام واخد المجزل في اكسبانسايل ماس طالعة من منطقة الاسمويد، منطقة الاسمويد سيل مش مجزلري او واخده برضو مجزلري ماشي مع اكسبانشن. وفي في انا حاساه برضو بوني، يعني هو ربده ما يصير مثلا في البون كده انيوريزما البون سيستم ممكن ربده ما يصير كوما. هو هو فعلا طلع انيوريزما البون سيست فعلا فعليا اكسبانسايل شكلها بون هذا فطلع انيوريزما البون سيست فعلا انيوريزما البون سيست في 10 سنين بوي ابستراكت مع النيزل ابستراكشن الكونتراست نان كالسيفايد ماس ريبليسنج اند اكسباندنج ليفت ماكسيلاري ساينس والماكسيلاري اسمول ساينس وذ ابستراكشن ميديال والميديال الماس دي طالعه داخله برضو في الانفرا تيبرا الفصه والليفت تيرجو بلاتايم فص ماشي. المهم فيها مالتيبل سيبتيشن ومش عارف ايه وسنترد على ليفت ماكسيلاري ساينس ومعها بلاد فيلد سيستيك سبيسز ماشي. فطلعت في البتاع ده انيوريزما البون سيست دي سهله كلكم تعرفوها دي مش هنقول على تشخيص فايبرس ديسبليزيا. يا سلام يا اسماء هي سهله دكتور جراوند جلاس ابيرس وبون اكسبانشن وجراوند جلاس دي مشهوره بس ممكن العين يجي لك بماس فانت عملت له سي تي طلعت ايه بس هي خلي بالك لو جات لك ام ار اي تلخبط الدنيا يعني لو دكتور عايز يسقطك احط لك ام ار اي لكن لو حط لك سي تي هتقول عليها فايبرس ديسبليزيا. طب دي والله انا هقول عليها زي الحاله اللي لسه شايفينها ممكن انيوريزما البون سيست هاي نوت ممكن ولا مش ممكن ممكن لكن الليجن ميلي سنترد في النوز ماشي والعيان جاي بليفت ايبروبتوزس يعني العيان اللي جابه ليفت ايبروبتوزس ماشي. لو احنا نيجي نوصفها هنقول في سوفت تيشو اكسبانسايل ليجن فلو فايبودنس كومبوننت واخد منطقه الاسمويد السيل واخد الليفت نيزل كافيتي ماشي. الليجند عامل ايروجن للبون اللي جنبه وعامل اللامينا ببريش عامل لها ايروجن وليه انترا اوربيتال كومبوننت واسوشيتد مع ليفت بروبتوزس. دايما الاطفال بيبقى فيهم الحاجات دي بقاش المالجنت فيهم كتير يعني خلي بالك الاطفال ما بيبقاش فيهم مالين كتير دايما الحاجات البناين في الطفل دايما تدوس انت على البناين. طلعت في الباثولوجي اوسيفاينج فايبروما 27 ومع ليفت ايبروبتوز فايبروما بس اوسيفاينج يعني فايبروما حصل فيها اوسيفيكيشن. الحاله دي حاله حد يقول لنا اقول لنا اسماء الحاله دي كلايفال تيومر بقى او نيزوفارينجيال. طب نيزوفارينجيال ليه مش نيزوفارينجيال؟ نيزوفارينجيال كلايفس ورا كويس نيزوفارينجيال. بصي الماس ملي نيزوفارينجيال وعامله في الديفيوجر ريستريكشن اي دي سي ماب باينه له وفي البيت سي تي واخده ايه وضع ابطيك واخده احنا قلنا الاطفال اكتر حاجه تيجي في الرابدو مايو ساركوما فده نيزوفارينجيال رابدو مايو ساركوما لكن ممكن يجي فيهم لمفوما ممكن يجي فيهم كارسينوما في النيزوفارينكس معرفش افرق بينهم يعني الليمفوما برضه بتبقى ريستريكتد ديفيوجن والرابدوميسركوما برضه بقى ريستريكتد ديفيوجن لكن هنا في البيبس طلعت رابدوميسركوما في نيزوفارينجيال رابدوميسركوما في طفل سنتين يعني هي صعبه الليمفوما تيجي في سنتين بصراحه اللي يجي دايما بص دايما تيومر بتيجي من 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 سنه من سنه لسنه ثلاث سنين غالبا رابدوميسركوما. وانا قلت لكم قصه الحاله اللي كانت اللي امتحنت عليها في الدكتوراه ماشي. فالراجل بيخضني بيقول له هو في تستي في الاطفال انا بحط فريشه ديجنوز كان عين عنده باراسيت قلت له قال لي طب تيجي منين قلت له ممكن رد ده قال لي ده طفل سنتين انا فاكر والله يجي فيه زي متس يعني هو بيلخبطك دكتور سامي قلت له رد ميساركوما ممكن تدي متس فطلع لي بعد كده فيلم فيه رد ميساركوما هي البرايمري اوريجن فهي دي نيزوفارينجيال رد ميساركوما لكن لو اكبر شويه ممكن تقول عليه لمفوما مفيش مشكله. طيب ده احنا لو بصينا طفل 10 سنين وعنده history of ابشتاين فيروس بوزيتيف دايما عين ابشتاين فيروس دول بيجيلهم بابلوما بيجيلهم لمفوما لمفوما
ماشي. فده عنده لينفوما واكستندنج للنيزل كافيتي، عنده تي سيل لينفوما، ده نيزوفارينجيال لينفوما 10 سنين هيستوري اوف ايبشتاين بار فيروس. اكسيال سي تي شو بريفرال انهانسنج ماس، هي بريفرال انهانسنج ماس هي بس موجوده بين اللي في النوز في الليفت نيزل كافيتي. بوست اوبستراكتيف ساينس ان ذا ليفت ماكسيلاري ساينس ليفت ماكسيلاري نتيجه الاوبستراكشن. اكسيال دي دي شو ماس از هايبر ميتابوليك، هي نيزل انا مش عارف ليه كاتبها ان بقى هي دي نيزل، نيزل لينفوما مش عارف ليه كاتبها نيزوفارينجيال. هي نيزل غالبا ليها احتمال يكون ليها فارينجيال كومبوننت بس هي مين اللي نيزل ماشي. فالعين عنده ايبشتاين، الايبشتاين فيروس دول كومن بيجي لهم كلهم ايه لينفوما ماشي. طيب احنا لو بصينا هنا في نيزو فارينجيال ماس عامله ديستراكشن لمين في السي تي للسكال بيز كلايفس وداخله عليها انتراس فلويدال، لكن بص في الام ار اي شايف كلايفس فيه بون مارو انفلتريشن يعني انفلتريتد مش باقي مش قادر اشوف فيه ديستراكشن، لكن السيجنال بتاعته اتغيرت يبقى فيه موز انفلتريشن. ولا وده وليها كومبوننت هنا داخله الرايت بارافرينجيال سبيس، وده ال 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 البتاع ده البيت سي تي بتاعها الابتيك الاف دي جي ابتيك عالي فيها في الناحيتين. فدي في طفل سنه 14 سنه خدوا منه بايبسي طلع نيزوفارينجيال كارسينوما وعامله انفلتريشن سكال بيز والرايت بارافرينجيال سبيس ماشي. كده خلصنا نيزوفارينجيال. ندخل في الادلت ساينونيزال تيومر يا بناين يا مالجنت يا ايبيسيليال نون ايبيسيليال لللوكال اجريسيف. الايبيسيليال بوليبول بابيلوما الادينوما نون ايبيسيليال فايبروما والكوندروما استيوما والفايبروما والجوما والفنجوما. اللوكال اجريسيف انفيرتد بابيلوما هنقول ازاي نعرف ازاي تفرق بين انفيرتد بابيلوما وزي النيزوفارينجيال انجيومايلوما النيزو الادلت اسمها البابيلوما واللي اسمها ايه دي اللي بتيجي في الانجيوفايبروما ازاي تفرق بينهم والاميلوبلاستوما والاسفنج فايبروما والجنسيل تيومر. هنشوف ازاي نعرف لو احنا بصينا في الحاله دي لو جينا نوصفها مين حد فيكم يوصفها كده بعد اذنكم؟ ده فلويد ولا سوفت تيشو ماس التنستي بتاعته سوفت تيشو سوفت تيشو ايري هايبر دنس السوفت تيشو فيه حتت ده غالبا بون فانجل لا 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 الفنجل بتبقى هايبر انتنس لا لا بس انا اوريك كله عشان بس تبقى عارف. بص في ماس هنا السبيسيفيك كرايتيريا بتاعها هي لوكال مالجنت اسمها انفيرتد بابيلوما بتبقى مكسره سبيسيفيك لازم تكسر ميديال وول تو ماكسيلاري ساينس لازم تكسره ويبقى ليها جزء نيزل وله جزء ايه جزء بارانيزال ساينس يعني هي ليها جزء نيزل وليها جزء ماكسيلاري بس السبيسيفيك ساين بتاعها تكسر ميديال وول تو ماكسيلاري ساينس. الجوفينايل انجيو فايبروما توسع الاوستيا تكسروش الصوت يا جماعه الصوت بس يبقى قلنا الانفيرتد بابيلوما تكسر الميديال وول بتاع المجزره الثانيه لكن الجوفينايل انجيو فايبروما توسع الاوستيا ما تكسروش فاللي بتكسر دي الانفيرتد بابيلوما. الانفيرتد بابيلوما اللي مالجنت كل ما تشيلها ممكن ترجع تاني لكن هي ما بتديش متسفل لحاجه لكن السبيسيفيك كرايتيريا بتاعها تكسر الميديال وول بتاع المجزره الثانيه. فدي الماس ليها نيزل كومبوننت وليها ماكسيلر كومبوننت وممكن تلاقيها ليها كومبوننت برضو تقول لي ممكن ليها كومبوننت نيزوفارينجيال راجع لورا لكن رير لكن هي السبيسيفيك ساين تكسر ميديال وول. لو كسرت الميديال وول دي انفيرتد بابيلوما لكن لو وسعت الاوستيوم دي يبقى ايه انجيو فايبروما ماشي. طب دكتور هو مش الفانجل برضو ممكن يكسر البون؟ ايوه الفانجل زي من الفانجل ساينوسايتس. بص لا الفانجل ما بيكسرش البون يا دكتوره الفانجل بيبان هايبر هايبر حتت كلها هايبر دينس كل الساينس ما يجيش في واحده بس لكن دي مكسره الميديال لوب بتاع المجزله الميديال لوب بتاع المجزله الساينس اللي تكسره الوحيده الانفيرتد بابيلوما او تيومر مالجنت حاجه ثانيه لكن انفيرتد بابيلوما زي ما بنفرقها بين الجوفينايل انجيو فايبروما ده بيوسع الاوسيوم لكن دي بتكسر الوول بتاع الميديال الميديال بتاع لكن الفانجل يا دكتوره ما تجيش حتى عاد بيجي في كذا ساينس بيبقى الساينس كلها هايبر دينس هايبر دينس ساينس يعني بتبقى سبيسيفيك وما بتكسرش العظم لكن هي ممكن تعمل اوروجن لو اكسس فانجل ساينس ممكن تعمل اوروجن للسكال بيز وتكسر البتاع تدخل في جوه البرين وممكن تعمل اوروجن لما الريش تطلع جوه الاورجن هي تعمل بون ايروجن ايوه مظبوط مظبوط لكن بتبقى لكن اللي بتكسر ميديال وول بتاع الساينس وما فيهاش هايبر دينسيتي ثاني بتبقى هايبر دينس خالص حتى لو بون ويندو او سوفت تيشو لانه فيها ماده اسمها المغنيسيوم باين او حاجه زي كده بيعلي
الدنس بتاعتها جدا. فاحنا بالسي تي حتى بنعرفها, وفي الام ار اي فيها بلومنج بلومنج او سستيبيليتي بلومنج بنعرفها كده فانجل سينسايتس. ممكن تكسر البون بس تبقاش حته واحده, لكن اللي بتيجي في لوتي 2 يا دكتور عبد الله, لوتي 2 لوتي 2 بلومنج بتاعها عشان فيها ماجنيسيوم باين او حاجه زي كده, مش فانجل هايفي. لكن دي انفيرتد بلوم عشان نفرقها بالجوفينيل انجيو فيبروم. ماشي. طب والانتروكوانال بولب ده؟ ما الانتروكوانال بولب بنفرقها من الانتروكوانال بولب حضرتك بتوسع, هي بتوسع برضه هي دي, لكن دي بتكسر الفرق بينهم. اه دي بتكسر دي بتوسع. الانفيرتد بابلوما دي لوكالي مالجنانت, يعني كان في استاذ عندنا ارحمه مات كارديولوجي ان كذا مره يشيلها له ترجع يشيلها له ترجع, كل ما يشيلها كانت ترجع تاني. دي انفيرتد بابلوما برضه نفس الكلام. في بصي ده ريتين سيكريشن, لكن ده السوفت تيشو كومبوننت اللي جوه الساينس, والسوفت تيشو كومبوننت جوه النزل كافيتي, والميديال وول بتاع الساينس كله متكسر. ماشي. وكل ده الكومبوننت ليها ساينس كومبوننت وماكسيلري كومبوننت ونيزل كومبوننت والميديال وول بتاعها, وكل ده واخد انهانسمنت. لكن شوف الفلويد اللي لان الساينس الدرينج سيستم اتقفل بتاعها نتيجه الماس في النيزل كافيتي, فحصل برضو الحته الفلتريتد فيها لسه فيها فلويد برضو دي انفيرتد بابلوما. لكن هو السي تي بيشوف احسن من الام ار اي. طيب دي الانتروكوانال بابي. أيوة. برافو عليك, لانها مش مكسره موسعه بس, شايف الاوسيوم بتاع الماكسيلاري ساينس تكون لازم يملى الاول الماكسيلاري ساينس قبل لازم يملى الماكسيلاري ساينس بعد كده يوسع الاوسيوم كده يوسع بعد كده يدخل في النيزل كافيتي. لكن انفيرتد بابلوما اول حاجه تكسر الميديال وول, هي اوريدي الاوريجين بتاعها من النوز بتقفل او الاوريجين بتاعها من النوز تكسر بعد كده يدخل على الساينس. لكن ده بيبقى اوريجين ساينس يوسع ويدخل في النوز. طيب حلو انتم مذاكرينها. ماشي يبقى ده انتروكوانال ايه بولب. طيب ده ديجن ده تي 1 ده انهانسد ولا تي 2 ده؟ اعتقد 1 و 2 بعدين انهانسمنت. شكله انهانسمنت وده السي تي بتاعها, ده سي تي خلي بالك ده مراي ده نانس ده نانس. في الانهانسمنت خدت ايه؟ فيفيد انهانسمنت الانجيو فايبروما. الانجيو فايبروما لا الانجيو فايبروما لا حاجه ده حاجه بعيده, اصل الاوسيوم مش واسع, دي انترا اوسيوس هيمنجيوما. انترا اوسيوس هيمنجيوما واخده الميدل تيربنت. شوف ايده النك ده مالوش حل والله, حاجه زفت. اه والله مالوش حل. ده التيربنت اهو واخده انهانس, ده انفيريو تيربنت وده الانفيريو اهو, لكن الميدل تيربنت باي انفولفد بلارج ليجن والليجن خد فيفيد انهانس طلع انترا اوسيس من جوه في طلع من الميدل تيربنت. مش كان المفروض في السي تي يبقى هايبر عن طريق سي تي بقى ايه هايبر يعني ما ده السي تي هايبر ديت. لا سيدي بص يا دكتوره, ما التيربل دي فيها بون وفيها سوفت تيشو واخد بالك, لكن ده السي تي باقي الليجن مش عارفه له بتاع. هو في الام ار الميزه انه يعني سوفت تيشو ليجن واخد انهانسمنت جامد في البوست كونتراست, بس هي التيربل فاسكولا بتاخد انهانسمنت برضه. لكن هو طالع من ميدل تيربل طلع انترا اوسيوس هيمنجيوما, مش مشكله يطلع زي ما يطلع هنعمل له ايه. طيب انجيو فايبروما. يا برافو عليك دي انجيو فايبروما. ايه قلت عليها ليه؟ طيب قلت عليها انجيو فايبروما عشان ترجو بلاتاين فوصة انفولفد. ايه ترجو بلاتاين فوصة اكتر حاجة هو نفسه انهانسد وفي سيجنال فويدز جواها. سيجنال فويد جواها سيجنال فويدز واخدة انهانسمنت جامد جدا في البوست كونترست. تمام. يبقى دي ايه نيزو فارنجيال انجيو. ايه انجيو فايبروما. طب ايه بالله منجومة بيه في الصور دي؟ ايه ايه الاجنس انها هيمنجوم؟ ما الهيمنجوم ما بتخلش في الحته, بتخلش في التيرجو بلاتاين فوصة. هي مش اجنس والله, انا معاك ممكن تبقى هي الكلو بتاع بيستنتر اول ما بتبتدي في التيرجو بلاتاين فوصة. التيرجو بلاتاين فوصة بعد كده ده العلامه. طيب ايوه وتطلع في النيزو فاركس تطلع في النوز بعد كده, وهتلاقي فيها الكاركترستيك السيجنال فويد اللي جواها دي كلها بيبقى ايه
هايلو فاسكولار. فدي الفاسكولاريتي اللي جواها. والبسطود ارسل مقفوله هنا ليه؟ عشان الليزو الاستيكن تيوب مقفوله، ففي ريتين سيكريشن موجوده في المسطود ارسل. فدي كاركترستيك للنيزوفارينجيال انجيوفايبروما، الحته السيجنال فويد دي كاركترستيك ليها. بس هو زي ما بقى لك الدكتور، بتبتدي في الترجو بلاتاين وتطلع النيزوفارينج وتطلع في النص، بيبقى اضل اللي بتجوبه تبقى في سن صغير شويه، دي بتبقى سن كبير وجاي بيستاكسز وبتاع. طيب دي نفس الكلام، انت ليه خفتوا؟ ما بازي في التيرجو بلاتاين ومعديه وراجع في النيزو فارينكس وطالع في النيزو فارينكس طالع واخده انهانسمنت فظيع، يعني في حتت فيها مش انهانسمنت دكتور سيست كومونات او او كالسيفيكيشن جوه. فدي برضو انجو نيزو فينايل هو ينط، وده طفل شاب صغير سنه 15 سنه. فدي هنا يعني جت سي تي، جت ام ار اي تعرفوها، جت سي تي ما تعرفوهاش. فدي برضو انجو نيزو فارينجيال انجو فارينكس. طب هي مكسره السكالبيز يا دكتور ولا لا؟ هي بص دي النقطه. بص الانجيوفيبروما ممكن تعمل ايروجا للسكالبيز، ممكن مكتوبه في الكتب تعمل ايروجا للعين. بس هي الفيري فاسكولار ليجن، هم بص انت عارف حضرتك هم لما بيعملوا منظار العين بيبقى عارفينها، بيبص عليها بالمنظار بيبقى حاجه شكلها فاسكولار من شكلها، وبيبعت لك بيقول لك دي انجيوفيبروما فنايل انجيوفيبروما. بس هي فعلا بتكسر السكالبيز. كويس خدت بالك من حته السنه، ما تديش على عليها بس انت خدت بالك. برضه نفس الكلام في ماس طالعه في الانجيوفيبروما بلاتاين فوسه واكستندد للبوستيريور كيف تومر بلاش. بص هو عامله في الانجيوغرافي تيوبر بلاش، لان الحالات دي بيدخلوا يعملوا لها ايه؟ بيعملوا لها امبولايزيشن. بص وادي الترجو البتاعه دي، البتاعه دي واسعه، شوف موسعاها، لان هي تبتدي هنا وتوسع الترجو بلاتاين كانال دي وتدخل في النيزوفاريس. فدي خلي بالك في يانج ادلت دي الانجيوفايبروما، ما تنساهاش، كومن جوفينايل نيزو انجيوفايبروما. طيب الليجن ده مع هايبر استرا انترا واخد من انجيوما، انجيوما امبلاك. ممكن تبقى من انجيوما امبلاك فعلا صح، لكن هي من انجيوما في الماكسيلري، واخده في الماكسيلري ساينس، واخده الماكسيلري، واخده الماكسيلري، واخده الوول بتاع بتاع مع هايبر استوزيس، يعني اكستنسيف هايبر استوزيس نتيجه من انجيوما. ماشي مش مشكله. فممكن تجي لك بايه؟ العين عنده بروبتوزس وعنده الكنال ضيقه بتاعت الفره النيورال، الكنال بتاعت الاوربت بتاعت الرايت سايد. فده من انجيوما ماكسيلري ساينس، ماكسيلري ساينس، ماكسيلري ساينس واخده اللاترال بتاع مالتي من انجيوما عامله هايبرستوز. دي سهله استيوما، دي سهله، بتيجي فرنتال ساينس كومن الاستيوما في فرنتال ساينس. المالجنانت تيومر اخر حاجه دي في البتاع ده، مالين تيومر قلنا يا اما كارسينوما ادينويد يا ادينوكارسينوما ايبسيليا، الحاجات اللي في الساينس مش ناخد حاجه حاجه. يعني دايما الساينس انت من شكله متكسر وداخل وخارج، بيبقى يعني دايما ده ايه ده الكارسينوما ايا كان سكويمس او ايا كان، ده الام ار بتاعها وده السي تي بتاعها. لو بصينا في السي هتلاقي مكسره وخارجه بره العضو، وفي الام ار اي خارجه برضه ليها اكسترا ايه اكسترا ساينس كومبول. في البيوبسي طلعت ايه؟ سكويمس سيل كارسينوما طالع من ليفت ماكسيلري ساينس، ومعها بون ايروجن ومعها انترا اوربيتال اكستنشن. بص لو بصيت انت في الاوربت هنا في الام ار اي هتلاقي ليها انترا اوربت اكستنشن غالبا مكسره اللامينا فيبريشن داخله جوه الاوربت. دي من غير يعني ما اي حد توريها له هيقول لك دي ايه؟ دي تيومر مالجنانت. ماشي؟ التيومر ده طالع منين؟ سنتر طالع من ماكسيلري سنتر على مكسر لبرا ومكسر وداخل فوسة وداخل النيزو فارينكس والنيزل بوم. طلع بيفصل اسكيومس الكارسينوما طالع من ليفت ماكسيلري ساينس، دي حاجة طالعة من الاسمويد ساينس. ماشي ماس وعاملة ديستراكشن، بس هي لا طالعة من ماكسيلري، قصدي سوري دي ماكسيلري، دي ماكسيلري افتكرتها اسمويد، دي ليفت ماكسيلري ودي رايت ماكسيلري. في برضه ماس مكسرة واخدة هيتروجينس انهانسمنت برضه طالعة من ماكسيلري ساينس. في البيوبسي طلعت ايه؟ نون انتستينال تايب ادينوكارسينوما فراكت ماكسيلري ساينس. دي برضه طالعه من ماكسيلري ساينس ومكسره الول وداخله في النيزل كافيتي، بس دي كلها وان كومبوننت. ماشي؟ فدي في البيوبسي طلعت ايه؟ مش انفيرتد بابلوما دي؟ لا مش انفيرتد، بس دي اصل انفيرتد
بيبقى بكسر الميديا له، لكن دي ماس كلها في الساينس وداخله في في النيزل كافيتي، طلعت ادينويد سيستيك كارسينوما. طب بص اهو دي طالعه منين؟ الاسمويد ساينس، ومكسره مين؟ مكسره البيز اوف ذا سكال، مكسره اللامينا بابريشيا. فدي معناها وجود التكسير ده كله معناها حاجه مالجنه. فطلع حاجه اسمها سيزو نيوروبلاستوما. عارفين سيزو نيوروبلاستوما دي؟ هي بتبقى سنترد على سنترد على اللامينا بابريشيا. ايوه سيزو نيوروبلاستوما برضو نفس الكلام بس دي اجريسيف شويه. ماشي باين في السيجيتال. ممكن سيزون بلاستوما او ممكن تطلع ادينو كارسينوما في الاسمويد سيل ايا كان، لكن مين اللي يجي في الاسمويد سيل وعامل ديستراكشر سكالبيز وداخل انتراكرينالي على طول تكتبه مالجنانت وخلاص يطلع زي ما يطلع، انت مش هتقعد مغسل وضامن جنه يعني يطلع زي ما يطلع. هو طلع ادينو كارسينوما في الاسمويد سيل انترا اوربيتال وانتراكرينال اكستنشن. المكسر لما بريشه داخل جوه الاوربيت، مكسر البتاع الكريبل فورم بليت وداخل جوه البرين. ماشي برضو يعني ده برضو ايه تيومر مالجننت وطالع ايه وداخل ايه داخل جوه البرين. ده طلع الفاكتوري ايه الفاكتوري نيوروبلاستوما. نيوروبلاستوما برضو نيوروبلاستوما بتطلع من الفاكتوري جروف الفاكتوري نيرف دي بتاع الفاكتوري نيرف بيبقى طالع من النوز وطالع للبرين عشان الواحد يشم من ما. يعني البرين يستخدم يستقبل حاجه الشم، فالنيرف بيطلع منه الفاكتوري نيرف بيبقى دي انتراكرينال وانترانيزال كومبوننت. ده الفاكتوري نيوروبلاستوما. هي دي السيزو نيوروبلاستوما ولا دي حاجه ثانيه؟ ما هي هي سيزو نيوروبلاستوما الفاكتوري نيوروبلاستوما هي نفس الاسم. هي بس الدلع حاله ناس تقول عليها كده. عنده ميلانوما واخد بالك، فقالوا ليجن في النيزل كافيتي هنا، فبرضه خدوا منها بيوبسي طلعت ايه ميلانوما طالعه منين؟ من النيزل كافيتي. بص برضو هات لي بقى ليه فادي. هي دي مني اسمويدال برضو. المادي اسمويدال وداخله انتراكرينيال. هتقول داخله انتر. نفس الكلام هتقول عليها مالجنت. يعني لازم يقرفونا. عملوا لها بيوبسي. بس هو البون مش مكسر، هو اوفر ستريتشد عليها. ابو ده. ده اوفر ستريتشد. لا بتاع البرين اومكس. كسر. انا قلت انت هتجيب لنا التايهه انت جبتها من الهيستو باثولوجي. في الهيستو باثولوجي شو نوما واخد بالك زي المرايا هيتروجينوس انت مش عارف ايه كده كده. طيب الكورونا البوست كونتراست ام ار اي هايلايت اكروس ذا سكال بيز تو ذا انتيريور فوسا الاكس السي تي بي اكسبانشن في الاوسياس ريليتد تو بريفيوس ايروجن راذر ذان. والله شفت حاجه دكتور قايله في السي تي ايروجن، لكن في الام ار اي في الكورونا قال لك مكسره. انا صراحه ما عنديش حاجه بتكسر غير البنجنت، بس هي طلعت شوانوما مش مشكله. طب دي دي في ليجن موجود فين؟ الايبي سنتر بتاع الليجن موجود فين؟ نيزوفارينكس. مش ده كده نيزوفارينكس؟ نيز فارس والبلاتين فوسطا وعامل انفلتريشن للبون اللي جنبه. ماشي طيب هنشوف طلعت ايه. طلعت في البيوبسي ليمفوما. ماشي ليمفوما في الليفت تيرجو بلاتين فوسطا. ماشي تيرجو بلاتين فوسطا ليمفوما. اكيد العين كان عنده ايه هيستوري في ليمفوما يعني اكيد. ماشي طيب الماس دي طفل صغير ده برضه ماس طالعه في التيرجو بلاتين فص على الرايت سايد وداخله نيزو فارنجيال وداخله نيزل وداخله كلايفس. برضه دي في البيوبسي طلعت رابدو ماسركوما لانه اربع سنين طفل اربع سنين. اربع سنين على طول تيجي في دماغك رابدو ماسركوما على طول. ماشي وعامله بقى ديستراكشن وداخله في 100,000 حته. ماشي دي ماس موجوده في الاسبويد وموجودة فين؟ في الكلايفس وبرا سيلر كومبورا بورا على الليفت سايد وليها نيزل اكستنشن. برضو في البيوبسي طلعت اكسترا مدلري بلازما سايتوما. في البيوبسي اكسترا مدلري بلازما سايتوما وسبايلاترا نيزل كافيتي انفيجن
واخده هوموجينوس انهانسمنت في بوست كونتراست ستادي. طيب المسديه دي مالجنم طبعا يعني من غير ما تقول عليها، بس ده طفل صغير كسر البون وداخله في النيزل كافيتي وداخله مش عارف فين وعامله بون ايروجا. طفل صغير لمفوما او رابدوماي ساركوما، لمفوما او ايوينج. هي الطفل صغير طلعت ايوينج ساركوما، لا هو ده سنه 42 سنه سوري مش طفل، بس طلع في البيوبس طلعت ايوينج ساركوما طلع من الليفت نزل كافيتي. مش مشكله اتت مالجنت وخلاص، انا هقدر اقول ايه ولا ايه؟ ما هي ماس وخلاص مالجنت وخلاص، مكسره وداخله وطالعه مكسره العظم جنبها. فدي مين اللي سنترد على النزل في الليفت نزل فص، فطلعت ايوينج ساركوما تطلع زي ما تطلع. طيب دي ماس طالع منين؟ الاسمويد ارسل ومكسره المجزله السنس وداخله فيها ومكسره اللامينه ببريش وداخله جوه الاوربت، يبقى دي مالجنت زي ما تطلع تطلع. ماشي من عين جايب بروبتوز عنده هايبروبتوز. طيب في البيوبس طلعت ايه؟ طلعت ساينونيزل ساركوما. ماشي يعني ليها نيزل وليها ايه اسمويد الاثنين. ماشي مقبوله ساينونيزل ساركوما. طيب دي برضو ماس ميلي موجوده في الاسمويد ارسلز وعامله انكروتشمنت على الاوستيوميتر كومبلكس وعامله ريتينشن للفلويد اللي موجود فين في المجزره ساينس، وليها انتراكرينال كومبوننت عامله ديستراكشن للكريبريفورم بلت وطالعه انتراكرينيال او طالعه في فرونتال ساينس مكسره الكريبريفورم بلت، فدي مالجننت. ماشي فعملوا له بيبس طلعت ايه؟ طلعت برضو بليومورفيك ساركوما في الاسمويد ساينس. طيب اخر حاله دي هوموجينس لانهانسد ماس طالعه فين؟ في الاسمويد في الاسمويد وديستراكتيف ومش عارف وداخله على ايه وداخله على ايه داخله على نيزل كافيتي. ماشي العين عنده رينال سيل كارسينوما يبقى دي ميتاستاسيس. ايوه اخر حاله ماشي كده احنا خلصنا ايه تلت الرقبه من فوق ورقبه الاطفال خلصنا.